اخوانا. يا اسكت يا اسكت هات من اسكت. انتوا بتهتفوا ضد العسكر. وانتوا بتهتفوا ضد العسكر. طب يا اسكت يا اسكت هات من اسكت. جاي عشان ادافع عن شرعيه الدكتور محمد مرسي، ولازم دي دلوقتي مش قضيه اخوان بس، قضيه الدين بكامل. يعني ما ينفعش نقول احنا نازلين عشان الدكتور محمد، لا احنا نازلين عشان قضيه الدين كامل. ودلوقتي بيتهموها في الاخوان وهي مش اخوان، بس هي نوع معظم المسلمين كلهم نازلين دلوقتي. لا انا نازله لوحدي. اعتصامنا دوت هو صوت ثابت لينا موجود، ولكن احنا في كل الميادين موجودين، في كل الاماكن موجودين، نقدر ننزل في كل مكان، نقدر نتحدى ونعلن صوت الحق في كل مكان. يا مدبوره ونسمع الحق، يا مدبوره ونسمع الحق، احنا اخواتك مش الهاد، يا مدبوره ونسمع الحق، احنا اخواتك مش الهاد. احنا بنخدم بنت العسكر، احنا بنخدم بنت
عايزين نوري العالم كله الان الجزيره دي مباشر.